بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، في كتاب ربنا جل جلاله ذكر لهذا البلد، وفي كتاب ربنا جل جلاله نجد أن الله سبحانه وتعالى ما ذكر بلداً وأثنى عليه واختصه كما اختص هذا البلد الحرام. فمما جاء في القرآن دعاء الخليل إبراهيم لهذا البلد وأهله: رب اجعل هذا بلداً آمناً، ورب اجعل هذا البلد آمناً. ودعوة الخليل إبراهيم أبي الأنبياء لهذه البقعة المباركة دعوة عظيمة، فكانت الدعوة الأولى في المرحلة التي أسكن فيها ذريته إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر. ما كان هذا البلد فيه أحد، فلذلك كانت دعوته عليه الصلاة والسلام بأن يكون هذا المكان بلدا، وهذا في دعوته الأولى التي جاء فيها لفظ البلد منكرا: رب اجعل هذا بلدا، أي هذا المكان القفر يدعو ربه عز وجل بأن يكون بلد. فالدعوة الأولى دعوة للمكان بالبلدية، أي أن يكون بلدا، رب اجعل هذا بلدا. ثم يذكر في دعائه أعظم وصف مطلوب للبلدان، وبه تتميز البلدان بعضها عن بعض، وأعظم ما يعطي التميز لبلد هو خصيصة الأمن. ولذلك قدمه الخليل إبراهيم عليه السلام في الدعاء على طلب الرزق، لأنه بعد الأمن جاء في دعوته: وارزقهم من الثمرات. فإذا الدعوة الأولى أن يتحول المكان القفر، المكان الذي لا أنيس فيه ولا جليس، المكان الذي ليس فيه مقوم للحياة، يدعو ربه أن يكون بلدا، ويتقبل الله الدعاء فيكون هذا البلد أعظم بلد في الدنيا. رب اجعل هذا بلدا آمنا. وفي الدعوة الثانية: رب اجعل هذا البلد آمنا. والدعوة الثانية كانت بعد أن صار هذا المكان بلدا وسكنه الناس واستوطنه الناس، فصار بلدا، فلذلك جاء معرفا بالألف واللام: رب اجعل هذا البلد. وهنا أيضا قال العلماء: رب اجعل هذا البلد، أنه دعوة مع الأمن للبلد نفسه. فإن كانت الأولى
أن يكون بلداً بالبلدية فقد صار بلد، فالمراد رب اجعل هذا البلد، أي أنه البلد المقدم، البلد المقدم على سائر البلدان. ولذلك نجد في القرآن الكريم إذا جاءت كلمة البلد مطلقة فلا يقصد بها إلا مكة، إذا جاء لفظ البلد بدون نسبة إلى أي مكان محدد فالمقصود به مكة فهي البلد. ولذلك قال الله عز وجل لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. فإذن هذا المكان، إذن دعوة الخليل إبراهيم أن يصير بلدا لأنه قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وفي الحديث الصحيح في البخاري حديث ابن عباس في مجيء الخليل إبراهيم بهاجر وابنها إسماعيل وأنه لم يكن في هذا المكان أحد، لم يكن فيه أحد. فإذن هذه الدعوة الأولى للخليل إبراهيم عليه السلام لهذا المكان أن يكون بلدا، ثم الدعوة الثانية أن يكون هذا المكان هو البلد المقدم على سائر بلاد الدنيا، ثم أنه في الدعوتين جمع له قضية الأمن، الدعاء بالأمن أن يكون بلدا آمنا. ونحن نعلم أن المكان إنما تطمئن فيه النفوس وترتاح له الأفئدة إذا كان المكان آمنا، إذا كان المكان آمنا. والله عز وجل جعل الأمن في هذا البلد أمنا قدريا وأمنا شرعيا، أمنا قدريا بمعنى أن جزء من الأمن الله عز وجل تكفل به وهو واقع لا محالة، وأنه ليس في مقدور أحد فقد هذا الأمن. والأمن الشرعي هو الأمن الذي كلف الله عز وجل به الإنسان. فإذا الأمن في هذا البلد أمن قدري وأمن شرعي. فالأمن القدري هو ما تكفل الله عز وجل به من الأمن لهذه البقعة المباركة، والأمن الشرعي هو ما شرعه الله عز وجل للناس أن يلتزموا به ليكون هذا المكان آمنا. والأمن القدري الذي جعله الله عز وجل لهذه البقعة المباركة أمن في الدين وأمن في المطعم وأمن في الصحة وأمن من الفتنة، أربعة أنواع من الأمن. فجعل الله لهذا البلد فيما يتعلق بأمن الدين، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت هدى، جعل هذا البيت هدى، وأنه يقوم مقام الكتب في هذه الدلالة للهدى. فالله عز وجل جعل الكتاب هدى، والله عز وجل جعل الأنبياء أئمة هدى، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم هدى، وكذلك جعل البيت هدى. فقال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا
وقال الله عز وجل لرسوله في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فجعله بيت هدى. الأمن القدري في هذا الهدى أن البيت لم يخرج عن هذا الوصف في أي مرحلة من مراحله منذ أن رفع قواعده إبراهيم. يقول إنسان: حتى في وقت الجاهلية؟ الجواب نعم. فمن الأمن القدري أن الله عز وجل صرف قلوب أهل الجاهلية أن يعبدوا أحجار الكعبة، مع أنهم عبدة أصنام وعبدة أحجار، وكانوا يأتون بالأصنام عند البيت ويدخلوها في داخل البيت، وما سجدوا لأحجار البيت، ويعلمون أن الحجر الأسود نزل من الجنة وما عبدوه. وهذا من الأمن القدري الذي جعله الله عز وجل لهذا البلد. فإذا هذا البيت بيت هدى. ومن الأمن القدري في الدين مما أعطي هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن هذا البلد سيبقى بلد إسلام، وأهله أهل إسلام، ولا يحكم إلا من أهل الإسلام. وهذه بشارة عظيمة، فهو بلد إسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، على معنيين ذكرهما العلماء. لا هجرة بعد الفتح بمعنى أنه لن يتسلط على هذا البلد أهل الكفر، فيحتاج أهله أن يخرجوا منه ويهاجروا، بل سيبقى بلد إسلام إلى يوم القيامة. والمعنى الثاني أنه لن يعود أهله كلهم كفاراً، فيحتاج أهل الإسلام أن يفتحوه مرة أخرى. فهذه الضمانة القدرية التي أعطاها الله عز وجل لهذا البلد هي ضمانة فيما يتعلق بأمن الدين، فسيبقى بلد إسلام وأهله أهل إسلام، لن يحتاج أهله أن يهاجروا منه لتسلط الكفار عليه، ولن يعود أهله كلهم كفار، فيحتاج أهل الإسلام أن يفتحوه مرة أخرى. فهذه ضمانة قدرية جعلها الله لهذا البلد، وهذا في الدين. ضمانة في المطعم، فالله عز وجل استجاب لدعوة الخليل الذي دعا ربه عز وجل قائلاً: وارزقهم من الثمرات. فجاء الإخبار من الله عز وجل بقوله: يجبى إليه ثمرات كل شيء، وهي آية من آيات الله منذ أن عرفت مكة. ولذلك كتب العلماء وسطر التأريخ في هذه العصور المتتابعة والقرون المتتابعة، دون أهل البلد والوافدين إلى هذا البلد هذه الآية، أنه يجتمع في مكة شرفها الله في اليوم الواحد أصناف الفواكه الصيفية والربيعية والخريفية والشتوية، وأن هذا لا يوجد في غيرها في سابق الزمان. وعلماء القرن الثاني والثالث والرابع نجد أنها في كتبهم ما يدل على هذا الأمر، وقد دونوه وفعلا نظروا على أنه آية من آيات الله جعلها الله عز وجل لهذا البلد. وأيضا
جعل الله عز وجل ضمانة لهذا الأمن في المطعم جعل هذا الماء المبارك زمزم، جعله طعام طعم وشفاء سقم، والوعد بأن زمزم لا يجف ولا يذم. هذا إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الماء المبارك طعام طعم وشفاء سقم، وأن هذا المبارك لا الماء المبارك لا يجف ولا يذم، لا ينقطع ولا يذم إلا من منافق، فهو يغني عن الطعام. وحديث أبي ذر شاهد، 40 يوم بقي في هذا الحرم ليس له طعام إلا زمزم، قال: لا أجد على كبدي سخفة جوع، وقال: حتى تكسرت عكن بطني من الشبع، أي أصبح بطينا، وأصبح إذا جلس تتثنى بطنه تتكسر دلالة الشبع، ولم يكن له إلا زمزم. فهذا أمن المطعم في بعده القدري. الأمن على الصحة، فأمن الله هذا البلد الحرام والمدينة النبوية انضمت معه في هذا الأمر، فضمن الله عز وجل أن لا ينتشر في هاتين المدينتين أعظم وباء يفتك بالناس وهو الطاعون، فلا يدخل مكة شرفها الله ولا المدينة النبوية الطاعون. تتابعت كتابة العلماء، كتب النووي القرن الخامس قال: إلى زمننا ولم يعرف أن الطاعون انتشر لا في مكة ولا في المدينة. من بعد ابن كثير في تاريخه قال: وإلى زماننا لم يعرف أن الطاعون انتشر في مكة أو المدينة، وهكذا وإلى يومنا هذا. إذن هذا أمن الله عز وجل تكفل به وضمنه لهذا البلد، أمن من الفتنة، والأمن هنا من أعظم فتنة تمر على البشرية كلها، وما من نبي إلا حذر أمته تلك الفتنة لعظمها، وهي فتنة المسيح الدجال. فأمن الله هذا البلد وانضم معه المدينة النبوية في هذا الأمن القدري، فلا يدخل هاتين المدينتين المسيح الدجال. فهذا في بعد الأمن في الجانب القدري. ثم الله عز وجل أحاط هذا البلد بأمن شرعي عظيم، فارق في تشريعه جميع البلدان، فكل ما هو محقق للأمن كحكم تشريعي جعله الله لهذا البلد، وأضاف عليه أمورا من أجل أن يكون مضرب المثل في الأمن. فاختص هذا البلد أنه لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا تحل لقطته إلا للتعريف، ولا يسفك فيه الدم ولا يحمل فيه السلاح، ليكون مضرب المثل في الأمن. فلا ينفر الصيد، فمن باب أولى أن لا يصاد الصيد فيه. لا ينفر الصيد، يقول عكرمة مولى ابن عباس الإمام التابعي المفسر، يقول لا ينفر صيده، قال: أن ترى الصيد تحت الظل في الظهيرة تحت ظل الشجرة، قال: فلا تحركه من مكانه، ما تذهب إلى الظل فيطير الطائر فتعتبر قد وقعت في الإثم. فهذا الأمن الذي
للطائر وللبهائم، فكيف يكون تأمين الإنسان الذي كرامته أعلى وأغلى عند الله؟ لا ينفر صيده، والصيد في كل بلاد الدنيا جائز، وفي هذا البلد محرم تنفيره ليكون مضرب المثل في الأمن. لا يختلى خلاها، ما نبت بماء المطر وما نبت بنفسه فلا يجوز قطعه، لا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطته. اللقطة الشيء الذي يجده الإنسان في الأرض في كل بلاد الدنيا، إن وجد الإنسان شيئا يأخذه ويعرفه في مجالس الناس لمدة عام، فإن لم يأتي صاحبه جاز له أن يستفيد منه على أن يعرف وصفه، فإن جاء بعد ذلك صاحبه رده إليه، وإلا فهو له حلال. إلا مكة شرفها الله، لا يأخذ اللقطة إلا من عنده استعداد أن يعرفها طول الحياة أو أن يبقيها في مكانها، وبوجود أماكن الأمانات إذن يرفعها ويوصلها إلى مكان الأمانات التي بحيث يضمن من فقد شيئا في البلد الحرام أن يجده. وهذا حكم خاص بهذا البلد، لا تحل لقطته. وحمل السلاح لا يحمل إلا للحاجة والضرورة الشرعية، أما غير ذلك فلا. فإذا هذا البلد الذي دعا له الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة العظيمة، رب اجعل هذا بلدا آمنا، ورب اجعل هذا البلد آمنا، فالله عز وجل جعل هذا البلد آمنا قدرا، وجعل هذا البلد آمنا شرعا. وهذه قضية، ماذا سيكون أثر هذا الأمر على هذا الإنسان الذي يسكن هذا البلد وينتمي لهذا البلد مواطنة أو زيارة؟ فإن إدراك هذا الأمر يتطلب عليه أمور في حق نفسه وفي حق من تحت ولايته، تربية وتعليما وأخذا على اليد. ولذلك كان طاووس عالم الحرم إذا بلغه أن طفلا قتل جرادة أخذه ونادى والده ويعاتبه ويلزمه بفدية ما فعل ابنه. فإذا هذه قضية. أيضا هذا البلد الله سبحانه وتعالى جعل فيه هذا البيت الذي كما قلنا الله عز وجل وصفه بأنه هدى وبأنه مبارك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وأعظم غايات هذا الإنسان في هذه الحياة أن يحققها أن يكون مهتديا بهدى الله، والله عز وجل قال للأبوين حال نزولهما من الجنة إلى الأرض، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال في البقرة فمن تبع هداي
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالخروج من الضلال والشقاء باتباع هدى الله، وهدى الله أيضا ينقسم إلى قسمين: هدى التوفيق، كما أن الأمن قسمين، أمن قدري وشرعي، كذلك الهدى من خلال آيات القرآن ينقسم إلى قسمين: هدى التوفيق وهدى الدلالة. هدى التوفيق المقصود به إلزام هذا القلب قبول الحق، وهذا النوع من الهدى جعله الله عز وجل له وحده، وما أعطاه لأحد سواه، بل نفاه عن إمام الهداة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في إثباته له، إثبات هذا النوع من الهدى لله جل جلاله: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك لا تهدي من أحببت، وأثبته له جل جلاله: ولكن الله يهدي من يشاء. فالمقصود هنا أي نوعي الهدى؟ هداية التوفيق. أما هداية الدلالة والبيان والإرشاد فالله عز وجل جعلها في تلك الأصول الثلاثة التي أولها وأعظمها وأسها الكتاب الذي جاءنا من عند الله، وكذلك للأمم السابقة الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائهم وجعل فيها هدى، والآيات ما سمعتم في البقرة في صدرها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وفي سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ثم في النبي صلى الله عليه وسلم لنا والأنبياء لأممهم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فالأنبياء أئمة هدى، ورسولنا صلى الله عليه وسلم إمامهم في هذا الباب: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم ثالث أصول هداية الدلالة هذا البيت: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهداية الدلالة هي منهج أكمل القرآن، وتطبيق وفهم أمثل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وهديه وسيرته، وهذا البيت المكان المقدس الفاعل. ماذا يترتب على هذا الأمر في حق من سكن واستوطن وهو مواطن في هذا المكان مقيم، ومن يفد زائرا؟ ما هو الحق عليه بإدراك هذا الأمر؟ قضية أخرى. إذن الأمن يترتب عليه حقوق للمقيم والوافئ، الهدى تترتب حقوق على المقيم والوافد. أيضا هذا البيت الله سبحانه وتعالى جعله القبلة، وجعله محل المناسك، وما جعل مكانا للمناسك إلا هذا المكان، هذا البلد. وأداء هذا النسك المرتبط بالبيت الحج منذ أن حج الخليل إبراهيم والأنبياء يحجون، فما من نبي إلا حج البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا
عن ذكر عدد معين من الأنبياء عندما مر بأماكن أشار إلى في تلك الأماكن إلى حج عدد من الأنبياء هذا البيت. ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: هذا وادي عسفان. قال: كأني بهود وصالح على بكرات، تعرفون البكرة؟ إبل، على بكرات يؤمون البيت الحرام حاجين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق، مكان قريب من منطقة خليص، قال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني بموسى بن عمران عليه حلة حمراء وهو يؤم البيت ملبيا. وعندما مر مشى مع أصحابه وهو يقصد مكة من المدينة، مر على ثنية هرشة، قال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشة. قال: كأني بيونس بن متى عليه السلام على دابة جعدة، خطام ناقته خلبة، وله جؤار بالتلبية. حتى عيسى عليه السلام الذي رفع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سينزل في آخر هذه الأمة، فإن من مقاصد النزول أن يؤم هذا البيت حاجا أو معتمرا. صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أن يأتي بالحج والعمرة. إذن هذا المكان وهذه العبادة التي ارتبطت بالمكان وأنها من الدين المشترك بين الأنبياء، فربط هذا الأمر بهذا البيت. وهل هناك مكان بهذه الكيفية يساوي هذا المكان لجميع الأنبياء؟ ولذلك إذا نظرنا إلى هذا الدين الإسلام وقيل لك: ما أعظم ما في هذا الدين؟ فلن تجد أعظم من أركان الإسلام الخمسة. الركن وهو الشيء الذي إذا وجد الشيء، إذا فقد الشيء. وهذه الأركان الخمسة العظام أعظم ما في هذا الدين. ليس هناك بلد تؤدى فيه هذه الأركان الخمسة مجتمعة إلا بلدا واحدا، ما هو؟ هذا البلد. إن فارقته بشبر واحد إلى أقصى مكان في الدنيا فلن تؤدي من هذه الأركان إلا أربعة، وهذا البلد الوحيد الذي تؤدى فيه الأركان الخمسة كاملة من أهل الإسلام. وهل هذا أمر عابر؟ وهل هذه ميزة عابرة؟ ثم هذه العبادة من كل الأنبياء، ثم العبادات الأخرى التي تفرد بها هذا المكان. هل هناك طواف بأي بيت سوى هذا البيت؟ وهل شرع الله لأحد أن يطوف ببيت سوى ما شرعه لأهل الإسلام وللأنبياء أن يطوفوا بهذا البيت؟ والصفا والمروة، هل شرعت هذه العبادة في غير هذا المكان؟ وغير ذلك من العبادات المتعلقة بالمناسك وبهذا البيت. وهل أذن الله بتقبيل حجر إلا هذا الحجر، واستلام ركنين وحجرين إلا استلام هذين الركنين؟ فإذا هذه
قضية وماذا يترتب على إدراك هذا الأمر لمن هو مقيم ومواطن في هذا المكان ولمن يفد إليه. وأيضا أخبر الله عز وجل في كتابه أن هذا البيت جعله قيام للناس، واسم الله الأعظم كما جاء في الحديث هو في هذين الاسمين الحي القيوم اللذين وردا في أعظم آية في القرآن، آية الكرسي، وورد في صدر آل عمران، وورد في سورة طه. فالله عز وجل هو قيوم السماوات والأرض، قائم بذاته، لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وكل خلقه لا يقوم أمره إلا بربه الحي القيوم. والله عز وجل أظهر لعباده ما يدل على قيوميته، فأبرز لهم أمرين وربط بهما القيام للناس، وما ذكر الله القيام للناس في القرآن إلا في هذين الأمرين. أما الأمر الأول المال، فقال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الناس كلهم يقولون المال قوام الحياة، والله قال ذلك في القرآن، جعل الثمنية في هذين المعدنين الذهب والفضة، وتتعاقب الأمم والثمنية فيهما، تدخل أشياء وتخرج أشياء، وتبقى الثمنية رئيسة في هذين. من الذي فعل ذلك؟ الله الحي القيوم. والأمر الثاني الذي جعل الله عز وجل فيه القيام للناس هو هذا البيت. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. لن تقوم القيامة والبيت موجود، ولن تبقى الحياة إذا سقط بناء البيت. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فالبيت قيام جعله الله، ولذلك هو حافظه وحاميه ومبقيه، لأن الله هو الحي القيوم، وأظهر هذه الآية دلالة على قيوميته. فيكون هذا البيت أعظم آية مرشدة للتعريف بالحي القيوم. ولذلك قال الله: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فهذا الميراث الإبراهيمي الذي جعله الله عز وجل قيام للناس، ماذا يدرك الإنسان وهو يعرف هذه الحقيقة الربانية؟ وما هو العمل الذي ينبغي أن يعمله عند البيت في هذا البلد ونحو البيت، وكيف يربي وينشئ؟ لأن الطريق إلى البيت طريقين: طريق لبقائه وطريق نحو هدمه. بقائه عندما يتأدب الإنسان بما لأجله وضع البيت، والبيت وضع لكي يكون هدى. فإذن قضية في كتاب الله وحقيقة قرآنية، ماذا ينبغي أن يكون التعامل معها من هذا الإنسان المقيم وممن يفد إلى البيت؟ أيضا في كتاب ربنا عز وجل أن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق، وأن هذا العهد والميثاق منه
ما أخذ من البشر جميعهم، ومنهم ما أخذ من الأنبياء. فمما أخذه الله من الناس جميعا ذلك العهد والميثاق الأعظم الذي أخذ من الناس، أن يقروا بربوبية الله وأن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. وهذا عهد وميثاق أين أخذ من الناس؟ هل نعرف مكانه؟ وهل نجد ذكره في القرآن وفي السنة؟ الجواب نعم، فالله عز وجل أخبرنا عن ذاك العهد والميثاق بأنه قد أخذ. فبعد خلق آدم خلق الله في صلبه هذه الذرية، كل نسمة قدر الله أن تكون وتوجد، فإن الله عز وجل خلقها في صلب آدم. قال الله عز وجل في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذا إخبار الله عن هذا الميثاق. أين كان؟ روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه قبلا، وكان ذلك بنعمان أي عرفة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا العهد والميثاق أخذ على الناس في هذا المشعر، والجميع كلمهم ربهم وأقروا بهذه الربوبية وأقروا له بالألوهية وبأنهم سيكونون على ذلك، وحذرهم. فعندما أقروا قال لهم كما في خبر أبي الثابت عنه، قال الله عز وجل لهم للذرية كلها، قال: سأشهد عليكم السماوات السبع. الجميع قال: أقررنا. قال: سأشهد عليكم الأراضين السبع. قالوا: أقررنا. قال: سأشهد عليكم الملائكة. قالوا: أقررنا. قال: يا آدم قم واشهد على ذريتك. فقام آدم وشهد أن الذرية أقرت بماذا؟ بأنه لا رب لنا إلا الله ولا معبود إلا الله، أقررنا. فقال الله عز وجل: سأرسل إليكم رسلي وأنزل كتبي يذكرونكم هذا العهد والميثاق. هل وفى الله وهو أوفى الأوفياء؟ الجواب نعم. أين؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريته وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. إذن هذا إخبار، وقال: أرسل رسلي يذكرونكم. هذا رسول الله يذكرنا. إذن هذا العهد والميثاق. ثم تفاصيل هذا العهد والميثاق هو ما جاء في هذه الكتب من الشرائع. وهنا يأتي العهد بهذا اللفظ والميثاق لإمام البشرية خليل الله إبراهيم
الذي قال الله عز وجل له: إني جاعلك للناس إماما، فيقول الله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. يريده الله أن يكون هذا البلد مضرب المثل في الطهر، كما يريده أن يكون مضرب المثل في الأمن، وكما يريده بيت الهدى، وكما أراده أن يكون القبلة وأن يكون المنسك، وجعله بهذا كله قيام. ثم حفز هذا الإنسان على أن يقوم بهذه الأمور بأن هذا البيت مبارك، مبارك حتى تؤدي هذا الحق وتقوم بهذه الأمور على وجهها وعلى السداد والثمن، البركة التي ستنالها من وراء هذا العمل. فلما كان هذه الأعمال بهذا الأثر العظيم على الناس، قيام البشر كلهم بهذا البيت، بقاء الدنيا والكون إنما يبقى ما بقي هذا البيت، وتنتهي الحياة ويدمر هذا الوجود إذا سقط بناء البيت، وهذا مع من؟ مع من يعظم هذا البيت ويتأدب بأدب هذا البلد، فتبقى الحياة للناس ويبقى هذا الوجود. فما هو المحفز لهذا الإنسان؟ أن الله يقول له، وقد خلق الإنسان مجبول على حب المنفعة لنفسه، فيقول له: هنا إن عملت بهذه الأمور سأكافئك مكافأة لا أكافئ من عمل بمثل هذا العمل في أي مكان في الدنيا. فالأجر مضاعف على صورة فريدة عظيمة. صلاة فرض، ورض واحد تصليه في هذا البيت في هذا الحرم يعدل في الأجر صلاة حياة إنسان كاملة 56 سنة وبضعة أشهر. أجر فرض واحد، يوم واحد تصليه في هذا البيت ما يزيد على 270 سنة لمن صلى خارجه. الأعمال تضاعف، لماذا؟ لأن هذا البيت قيام، لأن هذا البيت يريده الله أن يكون مضرب المثل في الأمن، مضرب المثل في العبادة، العبادة التي لا تتوقف. ذلك الطواف حول البيت، هذه العبادة ما تتوقف إلا متى؟ عندما تأتي عبادة يكون التوجه فيها نحو البيت، صلاة الفرض. وهذا من البركة، ديمومة صورة الطاعة والعبادة في هذا البلد وفي هذا البيت. فهذا البيت المبارك الذي جعل الله فيه من البركة أمور عظيمة جدا، لتبقى حركة هذا الإنسان في هذا البلد على هذه الطاعة، فيتميز هذا البلد. وعند المخالفة أيضا جاء الوعيد: ومن يرد، فاختص هذا البلد على قول أهل التحقيق في هذا الجانب أنه في كل مكان من هم بمعصية ثم لم يفعلها كتبت له حسنة إلا في مكة، فمن هم بمعصية كتبت عليه معصية ولو لم يفعلها، بل لو كان خارجها وأراد أن يفعل فيها شيئا يكتب عليه ولو لم يدخلها. قال ابن مسعود، وابن مسعود فقيه الصحابة، قال: من هم أن يعصي الله بمكة كتبت عليه معصية ولو كان بعدن أبين، لو كان يسكن عدن
وهم أنه لو دخل مكة فعل كذا تكتب عليه ولو لم يدخلها، ليبقى هذا البلد بهذا الوصف الذي يريده الله جل جلاله. ثم هذا البلد الله سبحانه وتعالى لما يريده بهذا البيت من هذه المكانة وبهذا البلد من هذا التأثير وبهذا البلد وما يريده أن يكون نموذجاً للناس، فالله عز وجل حرمه يوم خلق السماوات والأرض، فلم تمضي عليه ولا لحظة ولا يوم ولا ساعة غير محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فأول ما خلق الله من هذه الأرض هذا البلد، ثم دحيت الأرض من تحته، لذلك هو أم القرى. فالأرض دحيت من تحت هذه البقعة المباركة، وأول ما ظهر للوجود هذه البلدة، وظهرت بثلاث صفات: معلومة الحدود لأنه ما في شيء غيرها أصلا، معلومة النظام التحريم مسمى. فهذا البلد، ثم أيضا هذه الحدود ما أناطها الله عز وجل لنبي أن يجتهد، وإنما يجتمع على وضعها سيد أهل السماء وسيد أهل الأرض، فيجتمع الخليل إبراهيم مع أمين الوحي جبريل. جبريل ينقل عن الله عز وجل تلك الحدود ويعلم إبراهيم، وإبراهيم يضع الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح يبعث من ينظر في تلك الحدود ليبقيها في أماكنها ويصلح ما سقط منها. فإذا هذا البلد الذي أعطاه الله ذلك كله، وكل هذا في الكتاب. البيت هدى في القرآن، البيت مبارك في القرآن، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أمن، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أيضا أنه طهر يريده الله، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي قبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام فلنولينك قبلة ترضاها، قيام، وإذ جعلنا البيت، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، محرم، أولم نمكن لهم حرما آمنا، قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فإذا هذا البلد الذي اصطفاه الله واختاره الله عز وجل، إذا ما هو الحق العظيم الذي على هذا الإنسان الذي أكرمه الله بسكناه؟ فإنه فيما يتعلق بالمكان والإنسان، بالمكان فإن الله عز وجل شرع لنا تعظيم هذا البيت: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعلماء التفسير أن المقصود بالشعائر إنما هي أماكن الحج وأعمال الحج، أماكن الحج: الكعبة، الصفا والمروة، البيت، منى، الحرم، هذه أماكن الحج، هي الشعائر التي أمر الله عز وجل بتعظيمها، وجعل ذلك دلالة على تقوى القلوب. تقوى القلوب، وهل يدخل الجنة من فقد التقوى؟ وهل يفوز من لم يكن متقيا؟ فالتعظيم جعله الله طريقا موصلا إلى تقوى القلوب، تعظيم الشعائر. وأمر الله عز وجل
بالطهر لهذا المكان حسا ومعنى، حسا ومعنى. إن طهر هذا البلد وهذا البيت ينبغي أن يستشعره كل إنسان وكل من يسكن وكل من يفد، أن يعلم وأن يتذكر أن الله جعل طهر هذا البيت عهد أخذ على من؟ على من اختاره الله ليكون إمام للعالمين إلى يوم القيامة، إمام الملة، إبراهيم خليل رب العالمين. الله عز وجل يأخذ عليه العهد هو وابنه النبي الكريم أن يطهرا هذا البيت. إذا من أنت؟ ما هو عملك؟ إذا دخلت الحرم، أرض الحرم، وأرض الحرم من عند ذلك الشعار الذي تجد أمامك بداية حد الحرم، كل ذلك حرم وفناء لهذا البيت، وله هذا الحق من التعظيم والإجلال والتقديس ومن حق التطهير والعناية به. وهذا مما ينبغي أن يدرك وأن ننظر كيف نتعامل مع هذا البلد الذي أقسم الله عز وجل به في القرآن، والذي رفع الله من شأنه في القرآن رفعة ما يدانيها أي بلد آخر. فكيف سنتأدب مع بلد الله عز وجل أراد له هذه المكانة وأراد أن نتعامل معه بهذا التعامل وأعطاه هذه الخصائص وهذه الميز التي ميز بها؟ ثم كيف يتعامل إن كان هذا حق البلد من التعظيم والتطهير حسا ومعنى، حسا ومعنى. فإن الطهر طهر حسي وطهر معنوي. الطهر الحسي بأن يطهر مما لا يليق به، والطهر المعنوي أن أيضا يتطهر الإنسان وهو في هذا المكان عما لا يليق ولا يرضاه الله. فإذا تفكر الإنسان في ذلك، إذن أين أنا من هذا الأمر؟ وما هو الحق الذي أقوم به نحو أهلي وولدي في هذا الأمر؟ وعندما يأتي الزائر هل فعلا يجد أنه قد قام بهذا الحق نحو أولاده؟ أين تذهبون؟ وإذا ما رأوا ذلك الحد بين لهم ماذا يعني، وأن هذا أمر لا يجدوه في عموم بلاد الدنيا. وماذا يعني تلك الكلمة؟ ماذا تعني هذه الأرض؟ ماذا يعني هذا البيت؟ ماذا يعني هذا الحرم؟ ماذا له من المكانة؟ ما هي المطالب التي يريدها الله جل جلاله وفق تلك الخصائص القرآنية التي جاءت في كتاب الله وكانت كلمات رب العزة والجلال عن هذا البيت وعن خصائصه؟ ثم هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي هو في هذا المكان أيضا له حق وفق هذه الخصائص. نكتفي بذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.